ببيتك زهقان مش حاسس في شي ماشي شكري وتغلول وفهمان رجعوا يطلوا عالشاشة جينا تيبين سنك ونشيل همومك عنك لو اخدوا الفرحة منك معنا بتصفي غاشي عد ببيتك زهقان مش حاسس في شي ماشي شكري وتغلول وفهمان رجعوا يطلوا عالشاشة معقولة بيجوا على القهوة بيطلبوا فنجان قهوة بيدفعوا حقه 5000 وبعدين بيشربوا نصه وبيتركوه شو هالتبذير هذا؟ آه ما في غير اشرب انا شفة وشيل الشفة للزبونات اللي جاية ها؟ يا عباس حبيب قلبي يا حباس كيفك طمني عنا ميه. كيف الشغل ميه. شغل منيح اليوم طبعا. ايه الله يرضى عليك بس انت حبيب قلبي حبيب قلبي قديش لحساب يا سيد اهلا اهلا وسهلا يعطيك العافيه صحتين على قلبك قديش لحساب 8500 ليره كتير ولو كل هالغلا بتقلي كتير الله يرضى عليك نحن عم ناخذ اقل الناس باي 10 ماشي رجعنا باي في 1500 تبقى الله يعطيك حبيب قلبي مبين عنك ابن عالم وعندك ضمير شوف هالصبي يا حرام بيوجع القلب الله وكيله يتيم عنده عيله كبيره بيقوم بيصرف علي وبيطعمي هو المسؤول اساله اساله كمان كم واحد انتو؟ نحن امي وجدي وشتي وخالتي وجمع اولادي ما حدا بيصرف عليكم يا ابني؟ يا حرام لا انا بصرف عليهم انت بتصرف عليهم؟ ان شاء الله عنك طيب هاي 5000 شكرا الله يعود عليك الله يعود عليك هي شو حطيتها بجيبه ولو من الشركة نحن وياك بتروح بتحطها وين بالإجة مثل العودة واخر النهار بتقصمون انا وياك روح الله يعطيك العافية يا حبيب قلبي يا عباس مرحبا خير شو زعمة الهود اهلك شو بينات من اول لاخر والسطح وجنان اهلك لك شكري هي بيني لك بيناتك بينات مين رحت نظفتها ونظفت السلم كلها نظفتهم كلياتهم ناولني شو بدينا هيك ناولني ما اخذت اجار السلم من المستاجرين لك شو بتنسى انت يا شكري ما اجرت انت مع الخدمه بس ولا واحد منهم ما اعطاني مكتين ما عطف ولا شيء ولا واحد اعطاني مكتين انا عامل لهم شهريه مشان خدمه المنازل ايه بس انا يا سيد شكري واخر موديل ما انك شايفهم كيف بيلبسوا الجينز وبيلبسوا القمصان كلها مجعلكه عم يجعلكوها ما انت سبحان الله انت وياهم مجعلك شوف شكري هالي انا هغير الروايه بقى كلها معك تفضل اذا ما بتعطيني مصرياتي كلها هلا مال بدي يا شكري جيل عليك دعوه من الاول للاخر واخرب بيتك على طويل عجبا بعطيك رسوم الدعوه تروح ترفع لي دعوه شو رايك؟ شكري انا فهمان وانا شكري انا فهمان من الزغلول الزغلول صار له عندك 30 سنه عم تجمع له مصرياته لا فهمان شو انا ما بفيني احملك ورجيني عندك تقفك وبرا عم تدشني بدون ما تعطيني شيء اذا بشوفك بالقهوه بدي كسر عظامك وانا ما بقدر مثل لا القهوه ولا صعب القهوه ولا تفعل لا انا بورجيك يا سيد شكري بعد امرك كلمه بس اذا بتريد تفضل 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 روي 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 ما سن بدني معنا شيء مثل ابني مربيهن انا بتعرف ماشي الحال بعيد
المحامي مسعود. تشرفني حبيب قلبي. بدي اسالك كم سؤال. هذا اللي كان عم يحكي معك اكيد هذا اسمه فهمان؟ خير؟ في شي اعلام محبوسيه عامل شي محتال على حدين صيري؟ اللي شو في؟ شو القصه؟ لا يا عمي لا، ما في شي، كله هذا، ما في شي منه هذا. بس هيدا انا من يومين كنت بالدوائر العقاريه عم خلص شويه اوراق، التقيت بناس صعيده عم يفتشوا عليه، قالوا لي اسمه فهمان. هلا انا ماني متاكد من اسم امه ومن ابوه، بس عم بيقولوا انه ورتين ورت كبيره هذا بالصعيد. شو بنيات؟ شو اراضي؟ شو سيارة؟ رح بيخرب البحر؟ طبيب لك ما فهمت، عد لي الموضوع حتى يفوت براسي صح. صعايدة عم يفتشوا على واحد اسمه فهمان، أيه. الوريث الوحيد. ابدا ما عندهم غيره. ما عندهم غيره من الصعيد. لك بملايين الدولارات. وين هذا الصعيد؟ بمصر. بمصر. واكيد هذا يلي بيشتغل عندي هو ديته الوريث فهمان. ما في غيره. ما في غيره. ها بدنا نعمل شغله نحن على السكت، ما بدنا نفضح القصه. طفي البالك لهيك، إذا طلع مزبوط هو ما بتكون إلا مبسوط يا خيي. ما يلي بتريده أنا تحت أمرك يا خيي. نعمل شغلي أنا وياك على السكت. وطش وطش عطك، ما حدا يسمعنا. ما بنشوف ولا مندري. بس كيف بدنا نتأكد إنه هذا فهمان هو أصله من الصعيد؟ أنا صار له عندي 30 سنة وبربي فيه، ما بعرف لا أصله ولا فصله، كل اللي بعرفه إنه اسمه فهمان وبس. هيدا اللي بدي إياه منك، بدي شخص يكون يعرف معلومات عنه، بس لاخذ اسم الاب والام واتاكد انا. لقيته. ايته؟ ما في غير صديق الزغلول. زغلول افندي! يا زغلول! نعم معلم شكري. الله ينعم عليك ويطورني يا معلمي. عود 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 يا حبيبي عود. عود. هذا اعز صديق الي، هذا حبيب قلبي الزغلول. الله يخليك. اذا بيطلب مني قلبي بعطيه اياه. شو ما بيطلب انا مربيهم مثل وليدي، انا ما عندي ولادي، هذا ابني. زغلول. ايه معلم. يعطيك العافيه، انت عم تتعب تعيب. هيك يا زغلول، ها 50,000 خليها معك. الي الي؟ لك لك بحبح فيا. زغلول. في الاستاذ هون فهمان طالب بنته للزواج، بقى بده يعرف شويه معلومات عن امه ابوه اصله وفصله. منين هو؟ هو من هون ولا من هونيك؟ ايه لا من هون. من هون. ايه قل له تفضل استاذ اساله. يا سيد زغلول ابو شي يعطيك العافيه. اهلين حبيب قلبي. سؤالين بس. هلا هو اسمه فهمان مزبوط؟ اسمه فهمان اصلا. ايه اسمه فهمان. شو لك؟ اسم ابوه. اسم ابوك؟ عوضين ابو عوضين جلوبي. عوضين 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 ابو جلوبي. واسم الام؟ امه لفهمه فهيمه العمشه. فهيمه العمشه مزبوط؟ مزبوط. فهيمه. انت مأكد انه هو من اي بلد؟ ايه مأكد هو من دمنهور، من صعيد مصر. يا سلام. صعيد مصر. بس صعيد من 30 سنه. مشيك صعيد. صعيد مصر. كان هو ابوه وهرب من عند بيو لانه كان بيو بده اياه. قام هرب واجى على لبنان، صاروا 30 سنه بلبنان. لك يعطيك 100 عافيه انت. خلص كل 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 شيء بقى. او كلهم الي. شو الك؟ ما الك؟ شو بدك؟ لسجلنا؟ معقولة انا اعطيك المصاري؟ قوم 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 ورجيني عند اسنافك، روح شوف شغلك اوين. بس شممني اياهم يعني؟ روح. طيب. منيح اللي سمحت لك تشمهم. 100% هو. هيدا مزبوط؟ هيدا مزبوط. يعني هلا فهمان هالشرشوح اللي بيشتغل عندي صار صاحب عقارات وملايين ملايين الدولارات. حظه. يعني قديش عنده بتعتقد انت؟ يا خي شو بدي اقول لك؟ شو سيارات؟ شو طيارات؟ شو طيارات هاللي بتطير؟ شو بدي اقول لك؟ ملايين الدولارات. ما طيارات ورق يعني؟ لا شو طيارات ورق؟ هي اللي بتطير بيركبوا فيها. لا اللي بيركبوا فيها نقلوا باسمه. مش استاذ رب على قلبي. يا شكري يا شكري طول بالك، ما بدنا نفضح القصة. بدنا على السكت. بدنا على السكت. ما بدي حدا يعرف. بدنا نعمل طريقة هلا. أنا. إيه شو؟ أنا. إيه. قرب. يا أستاذ عندي خطة. إيه شو؟ تعمل لي ورقتين. إيه. ورقة بعملها شراكة إنه أنا تنازلت عن نص القهوة لفهمان أفندي حبيب قلبي بدون أي مقابل. كثير منيح. منيحة؟ كثير منيح. والورقة الثانية وهي الأهم. أيوة. وكالة عامة من فهمان ابن مين؟ ابن عمشي.
من العمشه لشكل الشكر الله، وكالة عامة بالبيع والشراء وبيع العقارات وبيع الممتلكات والقبض والدفع الى اخره الى اخره كله. وهيدي هي وحياه عينك ساوي لك ورقتين مبكلين ولا الارض الاحمر ما بيعرف. الله يرضى عليك. بس على السكت. على السكت ما بدنا حدا يعرف وما بتكون الا راضي. بالنص نحن اصحاب ضمير. هي. والله لا يموتنا الا على الحق. يا شكري ما بدنا نحن اصحاب حق. ما بدنا نختار. هيدا اذا اعطيناهم حيضيعهم لانه عقله على قده حرام بسوقوا اياهم. فنحن حق ومندير بالنا عليه، منطعميه بكره بزوجه وبفرش له بيت وكل شيء كل شيء. ما هيك ولا لا؟ يعني عندي ضمير. أكيد. اكيد ضمير. انا ليك سيد شكري يومين بطل صوبك والوراق بكونوا معي. شكرا. على السكتة ولا كلمة. يلا مع السلامة. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يلا الله يعافيك. الله يعافيك. شو هيدا؟ إجا الحظ. إجا الحظ. زي شكري. نعم. أعطيني هويتك حتى. الهوية. الهوية إيه. ليك ليك. وينية. كنت بدي روح أعمل معاملة الله وكيلك. لا أنا برجع لك إياها. لا بدي أعمل عملية بدي روح على وزارة الصحة. ما تضيع لي إياها. الله يرضى عليك. خلص. إجاك الحظ يا شكري. الله يرزقني رزقه كبيره. انا مرضي الوالدين. يا خي هالوراق خالصي ما بضل بس انت بتمضيلي. ها وين بدي امضي انا؟ هون انا بمضي. هون وهذا عنده ايه هلا؟ هون ايه بدك تمضيه هلا فهمان. لا فهمان هون بده يمضي. هون بيمضي فهمان. هالوكيل العمي هيدي اللي عملت لك اياها مبكلي من جميع الجهات بيع وشراء وكل شيء. ممنون كثير يا استاذ. انتبه على السكت. ايه ايه على السكت. وانا بمرق لعندك هاليومين. الله معك. الله معك. 50-50 يا الله معك. يلا 50-50 وصلت. انت يا ولد. نعم انت. عارف اسمك ايه؟ انا شكري. انت مين يا ولد؟ شكري ده انا العمدي. شرفني عمدي. كفر الثاني قول لي صحيح يا رجال. ايوه صح. صحيح يا رجال. ايوه صح. ايه يا ولي؟ نعم. انت مع انا ولا مع التانيين؟ انا معاكم. ايه؟ معاكم؟ احنا مع التانيين يا ولي. يا حشوشو. ولي تعبتي. ايوه يا عمدي. طخوا يا ولي. طخوا يا بوي. انا بأمركم شفتوا انا بأمركم. طخوا يا بوي. لا. دخيلك. طخوا يا بوي. ولي يا ولي. اسمك يا ولي؟ انا شكري. تعال انا حاجه جنب هنا يا ولي. بس قله ما يعوضني. الله يرجع لي. دعبس دعبس يا ولي. قل لي يا ولي. نعم انت اسمك ايه؟ شكري. شكرا لك. انت تعرف ولدك هو؟ كيف ما بعرفه؟ فهمين. ايه فهمين. سامع يا عطريت. ايوه يا ابوي. ده عارف ده عارف انه فهمان ولد اخوه كده. كده انت اصلا عارف احنا جايين لنا عشان ايه ولي؟ انا اللي عارف مشان شو جايين. ده انت عارف. نعم. عشان ايه ولي؟ مشان الولد كده. الدولارات. يبقى جاسوس. جاسوس جاسوس يا ولي. جاسوس يا ولي.
علي. ايوه يا بطل. بطلقوا على عيني. بطلقوا بعيدا علي. انا شايفك يا ولي. ايوه. انت بطلقوا ولا بطلقني يا ولي. حاضر يا ابوي. يتقرب انا يا ولي. ايوه. بس انه ما يقوص. تعالى يا ولي. عبي البندقية يا ولي. اديني يا عطريت. جرب انا. لا عمر البندقية. ولي. نعم. لا بس انا تعبسة. نعم. ولي يا ولي. نعم. وانت اخوي حبيبي فاهمين افندي كان يعمل وياك ايه؟ كان هذا حبيب قلبي انا مرباه مثل ابني اساله كنت طعمين لحمه الدجاج السمك ما بيقول الا سمكه حره سمك دهعت البندقيه يا ابوي ايوه 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 سمع يا بنت يقول ايه؟ سمع اسقيه من ميه النيل يا ابوي يا بنت بدي من مصور يعني بدي الدوله سمع يا ولي ايوه يا عمدي ده بيقول كان يطعميه ايه كلام كبير اسألوه هلأ بس تجي هو هلأ بيجي حوله كيف ايه الفستق البندق كل يوم عنده اشتغل عندك ايه هذا انا بشتغل عنده كيف ايه هذا حبيب قلبي ايه ما هو صار شريكي كيف ايه شريكي شريكك بيه ولا ايه انا نزلت له عن نص القهوة انا ما عندي اولاد ايه قلت ما في غير هذا فهمان انا مرباه نزلت له عن نص القهوة عمدي اللحلوح بالليح قلت ايه قلت يا ولي انت حدثكم الله وكيلك مثل ما عم قلك اتنزلت له على القهوة ولا يا وطن نعم ايوه ايوه علي القزر انا اقول لك تخيلك انا ولي برافو يا وطن برافو الولي فين الولي بس شيله بطوخية يا ولي حاضر يا عمدي ايوه ايوه كده ايوه ايوه قلب يا ولي جابلك الاثبات يا ابوي هيدي الصفحه الاولى هيدي تنازل من شكر الله الى حبيب قلبه فهمان بنص القهوه كده بس بقي عندي امضى تاني يا حضره العمده بركي انت بتمضي عنه ايوه هوني وهيدي وكاله انه مشان لانه عالو على قده مشان اتصرف له اقعد يا ولي ما تفتح لما يتكلم العمدي خلاص دي انت تخلص خالص تخلص يا عيل بطخه يا عمدي لا 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 دلوقتي لا ايوه لا شوف يا ولي ايه ده ده مظبوط كده فرجيني ده انت ماسكه الورقه بالمقلوب يا ولدي كده اسكت يا نفيدي انا الاقرا قول لي يا عطريت شك 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 شكري ايه ده ولي عوضين ايوه شفت يا ولدي ايوه دي مظبوطه مظبوط ايوه اهو ده بدل ايه دي ايه ايوه يا شكري وين المستندات تبع العقارات مش نعطيها ولا فاهمين ده انت عارف انا مين يا ولي شو عارف انتوا اولاد عمو ايوه انت عارف احنا مين انا اللي عارف بص يا شكري احنا مين مين ده مين ده مين يا ولي ده مين؟ تعالى بيه وانا مين؟ مين؟ فهمان؟ ده البوليس هنا لك اي بوليس؟ علي البندقية يا ولد ايوه روح من هنا يا ولد ده ده بيتي ولا وين المحامي؟ دخل من بيتك يا شكري يا تعتيرك يا تعتيرك ايوه 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 يا فهمان ايوه يا فهمان عملت في ايه؟ عملت الله لا يوفقك الله لا يوفقك يا فهمان خربت لي بيتي وانت يا ولد انا بورجيك يا زغلول انت فهمان والله لا اتشكى عليكم لازم لكم البوليس هيدي دعوة احتيال انا بورجيكم انا بورجيكم يا بوليس يا ها Thank you.
قاعد ببيتك زهقان مش حاسس في شي ماشي شكري وزغلول وفهمان رجعوا يطلوا عالشاشي جينا تيبين سنك ونشيل همومك عنك لو اخذوا الفرحة منك معنا بتصفي غاشي قاعد ببيتك زهقان مش حاسس في شي ماشي شكري وزغلول وفهمان رجعوا يطلوا عالشاشي رافقناكم كنتوا صغار ضحكي حلوة وخبرية وهلأ لما انتوا كبار جينا تنزيد شوية بمقالك مستر فهمان وزغلول البعد وزعلان شكري الأبخل من زمان خطر أكل الإعاشي البرامج لو صاروا كتار بعد مفقود الضحكة حاجي مهموم ومحتار رح تضحك لما نحكي قديمك صار جديدك مول الريموت بايدك نقي محطة البيت